هنا يتم إدخال قطعة السمك هذه في هذه السكاكين لتخرج شرائح صغيرة. تابعوا هنا تقشير حبة البصل كم تبدو مميزة. هنا يتم إنزال هذا العنب لعملية عصره. تابعوا كيف تشكل هذه اللقيمات بهذا المكبس. هنا يتم قص الستيك من السمك. بهذه الطريقة تصنع المكرونة. لنتابع أيضا بعض الأعمال الإبداعية في هذه المصانع المميزة. لنتابع هنا رحلة عملية وضع أو صناعة هذا الخبز داخل هذا المخبز العملاق لنشاهد. لنتابع هنا عملية فرز الأسماك الكبيرة والصغيرة بهذا الشكل. ما رأيكم هنا بعملية صف هذا العجين داخل القوالب؟ عملية رائعة جدا من هذه الآلة بتقطيع ثمرة الأناناس. يبدو أن هذه الآلة رائعة جدا في فقش البيض. شاهدوا هنا عملية صف اللقيمات على هذا الناقل. يمكنكم أن تتابعوا هنا عملية تصفية هذا العسل. هنا يتم وضع حبات البطاطا لتصبح عيدانا صغيرة. تابعوا عملية عجن الحلوى كيف تتم. تابعوا كيف تشرح هذه الخضار بهذه الآلة. هكذا يتم تقسيم قوالب الجبن كما تشاهدون. عملية تغليف رائعة لقالب الكيك هذا باستخدام الكريمة. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة التي تقوم بشفط هذه الحبوب حتى تقوم بجرشها وطحنها بهذا الشكل. لنتابع. تابعوا كيف يتم تعليق هذه الدجاجات حتى يتم ذبحها واستخلاص اللحوم منها. لنتابع أيضا بعض الأعمال المميزة داخل هذه المصانع الإبداعية. لنتابع كيف يتم صناعة هذا الويفر بداية مع هذه القطع أو هذا السائل الأحمر الذي يتم خبزه، وبعد ذلك يتم حشوه بالشوكولاتة بعد أن ينضج. لنتابع. هكذا يتم وضع الملصقات على الفواكه. هنا يتم كبس هذه الكرات من العجين. بسرعة يتم تعبئة هذه الأكياس بالمشروبات. تابعوا هنا كيف يتم صف هذه اللقيمات.
عملية تعبئة رائعة لهذه الشيكولاتة مع الكريمة والشيكولاتة البيضاء. في مصنع البيتزا هذا تابع كيف توزع الصلصة. لنتابع أيضا بعض المصانع المميزة والرائعة. شاهدوا كيف يتم تقطيع اللحم بهذه الشفرات القوية. نتابع كيف يتم ملء هذه الصواني بالعجين. آلة رائعة لتقشير الفواكه. شاهدوا ونتابع أيضا بعض الأعمال المميزة والرائعة. نتابع نشاهد بعض الصور المميزة لعملية تربية الحيوانات. ما رأيكم بهذه البيتزا التي يتم عملها بواسطة هذه المخاريط؟ شكلها رائع وتبدو لذيذة حقا. هنا عن طريق الرسم تابعوا كيف يتم تزيين قالب الكيك، وهنا يمكنكم أن تتابعوا عملية تعقيص هذا العجين. نشاهد أيضا بعض الأعمال المميزة والرائعة داخل هذه المصانع. تابعوا كيف تشرح هذه الخضار بهذه الآلة. هكذا يتم تقسيم قوالب الجبن كما تشاهدون. عملية تغليف رائعة لقالب الكيك هذا باستخدام الكريمة.